في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية المخزومي وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها أو أحاج لك بها عند الله. فقال له، وأتى بالفاء، وذلك لأنها تفيد الترتيب والتعقيب، فهم قد انتهزوا الفرصة ألا يكون لقول النبي صلى الله عليه وسلم أثر على أبي طالب، نسأل الله العافية. وهذا فيه بيان لما غبة رفقاء السوء، كما قال عليه الصلاة والسلام عند الترمذي وغيره: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم أن يخالف.